من أقوى ما يكون. كيف؟ بمعنى أنك لا تستطيع أن تسدد ضربة تظن أنها قاسية أو قاصمة للتطور بالقول ليس ثم التوسطيات فالتطور باطل، غير صحيح. الضربة الحقيقية اعتمادا على السجل الأحفوري ينبغي أن تكون كيف؟ الجواب تقدم به عالم الأحياء التطوري الكبير جون هولدن، جي بي اس هولدن، حدثتكم عنه، أحد الثلاثة الكبار مؤسسي الداروينية الحديثة. هولدن من أصل اسكتلندي هذا، رونالد فيشر، والثالث هو سي وول رايت. هؤلاء مؤسسو الداروينية الحديثة ومؤسسو علم وراثيات العشائر، وراثيات العشائر، وهذا أهمهم. كان أهم الثلاثة هولدن. مرة سئل في مؤتمر علمي هكذا، سأله أحد الناس ما الجمهور، قال له بروفيسور هولدن ما هو الدليل القاطع فيما لو وجد، يعني هذا الدليل على بطلان التطور؟ قال أن توجد حفرية أرنب مثلا في العصر، يعني في إيه؟ طبقات العصر ما قبل الكامبري، يكون التطور باطلا تماما. مش شرط أرنب، ممكن أنت تضرب مثلا بعشرة آلاف نوع، بمئة ألف نوع. المقصود أنك لو وجدت في السجل الأحفوري حفرية لكائن بحسب نظرية التطور ينبغي أن تكون في طبقة أعلى، لكن أنت وجدتها في طبقة أدنى، بمعنى أنها تتموضع زمنيا في مدى زمني، في نطاق زمني يستحيل تطوريا أن تكون موجودة فيه. لو حدث هذا يقول هولدن، وهذا جواب 100% صحيح، يتونا بحفرية واحدة فقط، دليل إثبات، هذا مش دليل نفي، مش ما فيش حلقة، وين الحلقات المفقودة؟ لا لا، احنا بدنا دليل إثبات. روح انت ايه، نقب ونقل وفتش في السجل الأحفوري بطوله من فوق إلى إيه؟ إلى تحت. إذا تجد حفرية لكائن واحد متموضع في نطاق زمني لا يسمح التطور به، سيكون التطور نظرية باطلة. وهذا لم يحدث، العكس هو الحادث تماما. تقرأ أنت السجل الأحفوري أيها الإخوة، لا يمكن أن تجد حفرية لأي كائن سابقة لزمانها أبدا، دائما في مكانها. إذن في تطور. نظرة بسيطة جدا للسجل الأحفوري تعطيك قناعة مبدئية، التطور حاصل وحصل ويحصل عبر ملايين السنين باستمرار، لم يتوقف. كما قلت لكم قبل ذلك، فعلا لو كانت نظرية المتدينين السذج، طبعا هذه سذاجة، يعني يحملون ايه، يحملون الذات الإلهية المقدسة مسؤولية سذاجة تفكيرهم. المتدين يفترض يعني ان الله لابد ان يكون خلق الايه، الكائنات خلقا مستقلا، يعني خلق هذا وحده. من اين لك هذا؟ مش صحيح بالمرة، الله لم يقل لك هذا بشكل خاص. احنا عند المسلمين مستحيل، هذا غير موجود بالمرة. انت تفترض ان هذا هو الحاصل، تتخيل أنت ولست عالم متخصصا وتريد أن تحمل الله هذه التبعة، ستخسر قضية الله على يديك، تخسر تماما. ابنك في الخامسة عشرة من عمره حين تدرسه المدرس أو المدرس ويقول له هذه المعلومة وحدها فقط بصدد السجل الأحفوري، سيقتنع أن التطور حاصل. مستحيل، لو كانت الكائنات مخلوقة خلقا مستقلا ومن أول يوم حين خلقها الله تبارك وتعالى، إذن المفروض أن نجد في أي طبقة من الطبقات ما نشاء من الحيوانات، هذا مش صحيح. تبحث في طبقة قبل إيه 300 مليون سنة وتلاقي جمجمة لإنسان وعظمة لإنسان وضرس لإنسان، يجب أن تجد، لن تجد مستحيل. وقد فعلوا العلماء لهم أكثر من 150 سنة يبحثون، بعضهم يقدم من عمره 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ينقب، تخيل شغل مجهد ومكلف جداً حتى يجد عظمة كتف، سناً، بقايا سكال جمجمة، ويعودون قراءتها بشكل علمي دقيق جداً، جهود جبارة، ناس تشتغل هذه. لم يحدث هذا مرة واحدة، كل شيء دائماً في مكانه وفي تطور. إذن يعني كلما نزلت إلى الأسفل تجد كائنات أكثر بدائية وأكثر بساطة، كلما صعدت إلى أعلى تجد صورة من الكائنات الأرقى. طب الإنسان مثلاً، الإنسان الهومو سابينس أو الإنسان حتى المنتصب هومو إريكتس مثلا، وين نجده هذا؟ قبل 20 مليون سنة؟ مستحيل، مش موجود.
بالمرة غير موجودة. في آخر 7 ملايين فقط من السنين تجد هذه الكائنات البشرية فقط، متأخرة جدا. قبل ذلك تجد كائنات أخرى أكثر بدائية وأكثر بساطة وأكثر بساطة. إذن هذا هو الدليل القطعي فيما لو وجد على تهافت وعلى بطلان نظرية التطور، لكنه غير موجود. أن تجد حفرية أرنب يقول هولدين في العصر ما قبل الكامبري، هذا غير موجود بالمرة إخواني وأخواتي.